أهلا بكم مشاهدينا الكرام من الرافدين في جولة صحفية جديدة مع صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف المحلية والعربية والدولية. نبدأ مشاهدينا من الصحفي جون شوارتز الذي كتب أن الرجال والنساء الذين شنوا الحرب الإجرامية على العراق عام 2003 الذين أطلق عليهم لقب مهندسي الحرب لم يدفعوا الثمن حتى الآن بعد مضي هذه السنوات. وقال في أثناء مقال له بموقع أنترايبست أن هنالك طريقتان للنظر إلى هذه الحادثة. الأولى أنها كانت وظيفة لاتخاذ القرار الصائب للسياسيين الأمريكيين وإخبار الحقيقة من الصحفيين، وكان هذا يعني أن النظام عانى من عطل مرة أخرى مرة بعد أخرى، وأنه قام بترفيع الأشخاص الخطأ الذين أثبتوا إخفاقا ذريعا. والطريقة الأخرى هي أن وظيفة هؤلاء الأشخاص كانت شن حرب لتوسيع تأثير الإمبراطورية الأمريكية ومصالح شركات الأسلحة والنفط من دون الالتفات لقول الحقيقة واختيار ما هو أصلح للأمريكيين. الصحافة الأمريكية لا تلتفت لحياة الأجانب، وهذا بسبب أننا لا نعرف عدد العراقيين الذين ماتوا في هذه الحرب، وهناك أرقام عدة تصل إلى مليون ضحية. كل هذا لاكتشاف أن العراق لم يكن لديه أسلحة دمار شامل، ولم تخصص أمريكا ولا دولاراً واحداً لمعرفة عدد القتلى العراقيين. وأضاف: إذا بدأنا بزعيم العصابة التي قادت الحرب وهو الرئيس جورج دبليو بوش، فهو إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكبر مجرمين في القرن الحادي والعشرين، وفي عالم أفضل كانا سيشتركان في زنزانة بهيجة. وفي عالمنا هذا فبوش منشغل في ابتلاع كميات كبيرة من المال لقاء محاضراته التي يتلقى على كل ساعة منها $100,000. ونبقى مع مقال الكاتب جون شوارتز في موقع ذا انترسبت بشأن جريمة غزو العراق، إذ يقول: لم يدفع الرجال والنساء الذين شنوا هذه الحرب الإجرامية الثمن لما قاموا به قبل عقدين، بل على العكس فقد أغدقت عليهم الأموال والترفيعات. وأشار الكاتب إلى جو بايدن، فقد كان في أثناء الحرب سيناتورا ومسؤولا عن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، وعقد جلسات اجتماع لدعم الحرب، وأصبح من أكثر الأصوات الديمقراطية دعما للغزو، وهو اليوم الرئيس الأمريكي، وهناك الآلاف الذين لا يزالون يترفعون في مناصبهم واستفادوا من تلك الحرب. الرجل الثاني هو ديك تشيني، نائب الرئيس الذي أطلق خلال التحضيرات للحرب أكبر كذبة عن العراق. ومنذ مغادرته البيت الأبيض قضى تشيني وقته في الصيد، وصادق على ترشيح دونالد ترامب للرئاسة عام 2016 ولم يعاقب على جرائم التعذيب، وتوفي رامسفيلد في 2021، ولكنه قضى وقتاً ممتعاً في بيته الصيفي في خليج تشيزابيك في ميرلاند. وهناك كولين باول وزير الخارجية في حينه الذي قدم كلمة مرتبة أمام مجلس الأمن، وكان يعرف أنه يمارس عملية كذب. ومات باول عام 2021، ولكنه قضى حياته ما بعد السياسة ثرياً، وظل يجيب على من يسأله حول خطابه في الأمم المتحدة أنه تعرض للتضليل من أفراد لم يسمهم. وأدى جون بولتون مساعد وزير الخارجية في حينه دوراً مركزياً في قرار بوش وأكاذيب إدارته بشأن أسلحة الدمار الشامل، وكان بولتون يخشى من فضح المنظمة الكذبة وأن العراق ليس لديه أسلحة غير تقليدية، وكوفئ على جهوده بتسميته مستشاراً للأمن القومي لترامب. وقال الكاتب: في عصابة حرب العراق لابد من ذكر كونداليزا رايس مستشارة الأمن القومي. ذكر تقرير دولي أنه بعد مرور 20 عاما على الغزو الأمريكي للعراق وما رافق ذلك من انفجارات وصدمات ورعب، فإن قوات أمريكية بعدد أقل بقيت في البلاد ولكن على نحو ثابت.
وفاد تقرير لوكالة أسوشيت بريس الأمريكية ترجمته صحيفة المدى أن القوات المتبقية التي يبلغ تعدادها 2500 جندي متوزعة حول البلاد غالبيتها في قواعد عسكرية في بغداد وفي إقليم كردستان العراق. وتابع التقرير: بينما كان تعداد القوات في أوج مراحل الحرب في عام 2007 ما يزيد على 170 ألف جندي، فإن مسؤولين أمريكيين قالوا إن وجود مستوى محدود من هذه القوات ولكن على نحو مستمر يعد أمرا حيويا ومهما يظهر تعهد القوات للحفاظ على أمن المنطقة ضد أي نفوذ خارجي. منذ الغزو الأمريكي عام 2003 الذي استدعى جلب عشرات الآلاف من الجنود الأمريكان ومرور 20 عاما على إسقاط النظام السابق ومجيء نظام حكم مبني على المحاصصة بين الكتل السياسية، فإن كثيرا من العراقيين أصيبوا بخيبة أمل لأن الحكومات المتتالية التي استلمت مقاليد الحكم فشلت في استرجاع خدمات أساسية، وإن المعارك المستمرة جلبت بدلا من ذلك معاناة إنسانية واسعة. وأشار التقرير إلى استياء وصراعات على السلطة بين أحزاب طائفية متنافسة أشعلت حرباً أهلية أدت في النهاية إلى انسحاب كامل للقوات الأمريكية في كانون الأول عام 2011. وأكد التقرير في إحصائية لخسائر الحرب منذ عام 2003 لحد انسحاب القوات القتالية سقوط 4487 ألف قتيل من القوات الأمريكية وجرح 32 ألف جندي آخر من القوات الأمريكية أثناء المعارك. وإلى صحيفة الميثاق الوطني ونقرأ مقالا تحت عنوان المدارس الإيرانية أوكار للتجسس والتجنيد للكاتب عبد السلام الطائي. ذكر فيه أنه منذ عام 2003 أخذت هذه المدارس الدينية توسع في قبول الطلبة وفي تعيين الملاك التدريسي والوظيفي بشكل لافت للنظر، فضلا عما تقدمه من امتيازات تفوق ما تقدمه وزارة التربية. وأضاف الكاتب: ولعل محاولات سيطرة الولائيين لإيران على المنظومة التعليمية في العراق للتأثير في الأجيال القادمة تسير وفق استراتيجية القفازات المذهبية لخدمة المشروع القومي الإيراني. أسست إيران مؤسسات متكاملة لنشر أفكارها في العراق، فأنشأت المدارس ودور الأيتام ومنظمات المجتمع المدني، وذلك من أجل تعلم اللغة والثقافة الفارسية في البصرة وعدد من المدن العراقية، مشيراً أن تلك المؤسسات تستهدف الطبقة الفقيرة في العراق. ولفت إلى أن المؤسسة التعليمية في العراق تعاني اليوم من تنامي النفوذ الإيراني، فحتى المناهج التي تدرس في المدارس التابعة لوزارة التربية غيرت وحذفت بعض الأحداث التاريخية منها. من جانب آخر، التقارير التربوية لوزارة التربية العراقية تؤكد أن هناك مخططاً إيرانياً يرمي إلى بناء المئات من المدارس والمراقل والمراكز الثقافية في جميع محافظات العراق، وذلك لترسيخ مفاهيم ولاية الفقيه في أذهان الأطفال، وأن المناهج المعتمدة في تلك المدارس تختلف تماماً عن المناهج المقررة من قبل وزارة التربية العراقية. استراتيجية إيران المذهبية حسب عقيدتها التربوية الثأرية غايتها صناعة جيل لا يؤمن لا بالمواطنة ولا بالهوية العراقية أو العربية. نشرت مجلة ذا أتلانتيك مقالا لماكس شومان استعرض فيه إنجاز الصين في التقريب بين خصمين في منطقة الشرق الأوسط، وقال فيه إن توسط الصين في صفقة بين إيران والسعودية يعد انقلابا. وأضاف أن التنافس بين القوى العظمى عادة ما يتميز بالمخاطر على السلام والازدهار العالمي، وفي أحيان قد تدفع الخصومات الجيوسياسية
القوى العالمية لعمل أمن جيد، كما حدث فعلا مع إعلان السعودية وإيران المتخاصمتين منذ عن استئناف العلاقات الدبلوماسية. وبعيدا عن بعد وساطة صينية في هذا المجال، فالاتفاق المفاجئ سيترك تداعيات كبيرة على جهود واشنطن لاحتواء الملف النووي الإيراني وعلى علاقاتها المتوترة مع الرياض، ولكن التأثير بعيد المدى للصفقة يتركز في دور الصين فيه. لا يمكن فهم الصفقة الإيرانية السعودية خارج التنافس الصيني مع الولايات المتحدة، فهي جزء من الحملة المكثفة التي تقوم بها بكين لتقويض القوة الأمريكية وإعادة تشكيل النظام العالمي. وتصور الحملة الولايات المتحدة كأمة مهووسة بالحرب ونظامها العالمي بغير العادل وغير المستقر وغير القادر على حل مشاكل العالم الملحة. وفي تقرير أصدرته الحكومة الصينية في شباط فبراير، صورت الولايات المتحدة بالدولة المستبدة المحاربة، وكشف عن مخاطر الممارسات الأمريكية على السلام والاستقرار العالمي ورفاهية الناس. وبالمقارنة وبحسب دعايتها، فهي أمة السلام ولديها الحلول الأحسن لغياب المساواة في العالم والتحديات، وهي حلول متجذرة بالحكمة الصينية وصاغها الفيلسوف المعلم شي جين بينغ، وتم تضمين هذه الأفكار في مبادرة الأمن العالمي التي أعلن عنها شي في العام الماضي، والتي شددت على أهمية سيادة الدولة وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى ووقف مواجهة الكتل. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. وهذه وقفة قصيرة مشاهدينا مع الرسوم الكاريكاتيرية. إلى موقع الجزيرة نت نقرأ تقريراً تحت عنوان حكم عليه ب400 سنة إثبات براءة سجين أمريكي بعد قضاء 34 عاماً ظلماً. فقد احتفى حقوقيون وناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي بالإفراج عن سجين من ذوي البشرة السوداء في ولاية فلوريدا الأمريكية بعد أن قضى أكثر من 34 عاماً في السجن ظلماً، الأمر الذي سلط الضوء على ما أشار إليه متابعون بأنه ظلم القضاء الأمريكي للسود. وقد غالبت الدموع سيدني هولمز البالغ من العمر الآن 57 عاماً في قاعة المحكمة في آخر ظهور له قبل أن يطلق سراحه الأسبوع الماضي، واحتضن أسرته التي كانت تنتظره في الخارج فور الإفراج عنه. هذا واعتقل هولمز عام 88 و900 ألف بزعم أنه كان يقود سيارة فيها رجلان مجهولان سرقا رجلا وامرأة تحت تهديد السلاح، وحكم عليه في العام التالي بقضاء 400 عام في السجن
في مقاطعة براود في الولايات ولم يجد التحقيق أي دليل يثبت تورط هولمز. بروح عالية وأجواء حماسية يجري خمسة من لاعبي كرة القدم من فئة قصار القامة تدريبات مكثفة داخل صالة رياضية مغلقة لتكوين نواة أول فريق من نوعه بمدينة غزة استعدادا للمشاركة في بطولة ستعقد خارج البلاد. ونواة الفريق هذه بدأت تشكيلها أخيرا جمعية فلسطين لكرة القدم البتر، وهم جزء من المنتخب الفلسطيني لكرة القدم لقصار القامة الذي أسس في لبنان عام 2021 الحاصل على اعتراف من الاتحاد الوطني لكرة القدم وسط صفارات وهتافات للأهالي والمشجعين التي ضجت بها الصالة الرياضية في غزة. والتقت وكالة الأناضول اللاعبين الذين عبروا عن أملهم في أن يغير الفريق الصورة المجتمعية عن قصار القامة ويرفع علم فلسطين عاليا. نقل المشاهدين مع المقطع المصور الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. Remember the house collapsed on us. The fire everywhere. I hear my mother screaming and my father also. Yeah, it was terrible. So this picture was the first picture when I arrived in hospital. I remember my neighbor was telling me that when he pulled me out of the rubble, you know, that because my arm was so badly burned, so when he pulled me out, one of my arms came off. So that's me in the middle, and that's my two brothers. That's maybe 4 months before the attack. This is my little brother who lost his life. You know, we were just hoping for a better life. We were thinking that getting rid of Saddam, we will have a good future for Iraq. Yeah, but it's never turned to happen. I never know any family that they haven't lost a loved one, you know. الو يا حبيبي. I have a very good relationship with Yusuf. He's always spoiling me, you know. He doesn't let me do anything. He's trying to be my carer, you know. He's taking good care of me. Yeah. If I'm trying to do something with my feet, he'll just say, "No, daddy, I'll do that for you. You don't have to do it." Eli's going out with me in the car a lot, you know. Yeah, he likes my driving, you know. I try to live independent. I do many things. I can write with my feet. I can use the phone. I can also hug him with my feet, you know. So it's okay with that. Yeah. في نهاية جولتنا الصحفية في صدى الأقلام من الرافدين، تقبلوا تحيتنا.